نيجي بعد كده لمقارنه ما بين صناع الالعاب، صانع الالعاب هنا محمد مجدي قفشه، صانع الالعاب هنا وليد الكارتي. محمد مجدي قفشه واحد من اللعيبه اللي مقدمه بطوله في دوري ابطال افريقيا على في افريقيا ارقامه كويسه جدا. احرز هدفين، محمد مجدي قفشه لاعب اقل من وليد الكارتي، زي ما حضرتك قلت وليد الكارتي يا كابتن هاني قال ان وليد الكارتي مش بيقدم بطوله كويسه او مش في حالته، هو فعلا في لعب 10 مشاركات احرز هدف بس وصنع هدف واحد بس. عكس قفشه لعب 7 احرز هدفين وصنع هدفين. طب متوسط صناعه الفرص، محمد مجدي قفشه اكتر لاعب بيصنع فرص في النادي الاهلي 1.5 فرصه في الماتش، مقارنه بوليد الكارتي 7/10 فقط. متوسط المحاولات على المرمى في الماتش الواحد قفشه 2.7 رقم كبير، وليد الكارتي 4/10 بس. متوسط التمريرات الطوليه قفشه 5.7 وليد الكارتي 2.3. متوسط لمس الكوره قفشه اعلى 64 وليد الكارتي 55. متوسط الحصول على الاخطاء 2.2 لقفشه 1.2 لوليد الكارتي. بالنسبه لقفشه عايز اتكلم فيه على حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ارقامه افضل من وليد الكارتي بكتير جدا، وليد الكارتي بيمر بحاله سوء توفيق في الفتره الاخيره في الموسم ده تحديدا. الحاجه الثانيه قفشه بيقدم دوري ابطال افريقيا محترم جدا مع النادي الاهلي، اولا هو مساهم في 4 اهداف زيه زي علي معلول، هما الاثنين اكتر اثنين لعيبه مساهمين في اهداف. ثاني حاجه على مستوى صناعه الفرص هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيصنع فرص 1.5 فرصه في الماتش الواحد. ثالث حاجه ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيروح على الجون كويس، عامل 2.7 محاوله على المرمى. رابع حاجه ان هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيعمل تمرير طولي لونج باص 5.7. اذا محمد مجدي قفشه بيقدم بطوله جيده جدا يعني كويس. بالرغم عن يعني كده برضو كابتن ايمن انا عايز اقوله لك برضو كابتن هاني خلي بالك، عشان كده انا بقول ابراهيم النقاش لو الراجل جاي يعوض، يعني الوداد جاي يعوض صحيح. وليد الكارتي برغم ان طبعا قفشه ارقامه اعلى منه، ولكن وليد الكارتي دوره في النواحي الهجوميه اهم من ابراهيم النقاش لو انت جاي عايز تعوض، عشان كده انا بقول هو مش ممكن يلعب باثنين ووليد الكارتي ده يقعد بره. ممكن وليد الكارتي كمان خلي بالك هم مقتنعين بيه ان هو لعيب كبير طبعا، بيمر طبعا يعني هو وليد الكارتي جاب هدف الفوز يعني للترجي السنه اللي فاتت، كان جاب جون وجاب قبل كده جون في النادي الاهلي، هو عنده حته التكمله للعمق وبيجيب بضربات راس عشان كده ده ما يقعدش بره، بيتحول دايما لمهاجم تاني. البالانس هو بيفكر ازاي يعني يا اما يلعب بيه واخد الريسك ويبقى ممكن يكون كويس على مستوى الباسنج على مستوى قطع الكوره ويزودني في الحته اللي قدام لانه بيسدد بشكل كويس يا اما دي وجهه نظري. بس يا كابتن هاني كابتن ايمن في حاجه مهمه عايز اقولها لكم، انت دلوقتي هتحط كل امكانياتك في البدايه، افرض فشلت فيها لازم يبقى عندك موجه تانية من اللعب. ما انت بتقول ان هو الراجل جاي هو من مخاطره في البدايه. لحظه يا كابتن انا بتكلم مش مخاطره في اللاعبين يعني انت ممكن تخلي بالك ده مش مخاطره، لا يعني انت ده من اللعيبه الكويسه لا بس هو بيمر بحاله لا يعني انا بتكلم لا انا بتكلم على ايه انك انت تخلي واحد قوي يبقى موجه تانية ليك بره. ما هو انت لما ترمي كل اوراقك مره واحده وتضغط مره واحده كابتن عادل انا مفيش قدامي حاجه، انا ما عنديش حاجه يا كابتن عادل كل انا لسه هستنى وافرض دخل فيا جول في بدايه الماتش. هي وجهه نظر ممكن يفكر ازاي فيها ان انا ازاي ان انا مش عايز ارمي أنا كل اوراقي ريسك على طول يا يعني كابتن. ممكن وارد ان هو ريسك ايه ده انا خسران 2 يا جماعه يا كابتن وايه يعني ما انا بقول لك انت عارف انه ممكن يدافع الشوط الاولاني كاملا وما يهاجمكش خالص. يا ريت يعني عارف ليه؟ لانه ما ينفعش هو عاوز يسلل لك يكون عندك شك شويه في المباراه كويس، لان هو لو هاجم في البدايه انت تقدر تعمل هجمه مرتده بسرعتك انك تجيب جول تنهي الموضوع خالص حلو. لكن ماشي. هو اللي هيلعب على وقت بسيط يعني ربع ساعه يعدي ربع ساعه ثانيه وممكن يهاجمك في 5 دقائق ويرجع تاني. استراتيجيات مدربين كتير صحيح ممكن تتغير في وقت اهم من وقت المباراه عادي. المدرب بص يا كابتن اهم نقطه للمدرب الورق اللي معاه بره. ليه؟ انا لو كل الاوراق اللي عندي بره نسأل حطيتها جوه الملعب الاوراق اللي بره يعني الاوراق اللي بره المهاجم جونيور ده رقم واحد هو ده البديل بتاع كازادي كاسونجو شفناه الماتش اللي فات ده شفناه هو بيعتمد هو اسرع من كازادي بيعتمد اكتر على الالتحامات الهوائيه اللي هو مهاجم بيحضر الهجمه عليه نفس نوعيه مصطفى محمد ولكن الاثنين مش موازين قوي على الجول مش هو كزادي مميز اكتر في القطع على القائم القريب ويجيب براسه دي اكبر ميزه فيه في الكرات الثابته او كورنر او كروس طويل القامه بيجيب براسه كتير يعني بالهيد كتير بس ده الميزه اللي عنده لا صعب يلعب ولكن هو في افريقيا دكتور ممكن يلعب فيها زي ما قال عادل كده يعني انا مثلا كفكر
العب على حساب اخلي وليد الكارتي ده لو دي ممكن تبقى ورقه في الشوط لو بدنيا ممكن يلعب بيها في الوقت اللي انا بقول لك عليه مكان وليد الكارتي ممكن يلعب بيها او يخلي ايمن الحسوني مهاجم ما هو ايمن الحسوني اصلا راس حربه ممكن يخليه مهاجم ولكن هو برضو ارقام كاسينجو ضعيفه في افريقيا هو جايب جونين بس هو جايب جونين هو ارقامه مش هو اول ما جه الوداد جاب جونين ثلاثه سمع وبعد كده الكيرف يعني بتاعه وقع دي الورقه الوحيده الرابحه اللي دي الورقه وفي بدري كادرين كباك ليفت بس ده باك ليفت يعني ما عندوش حاجه لا ما عندوش حاجه ثانيه كده لازم يوفر المترجي كجناح غير كده مفيش بص يا دكتور عشان كده انا بقول انه لازم هيوفر حد اخر علشان يدفع بيه في وقت معين وممكن يبقى في زمن من الازمنه جوه المباراه يلعب بالاثنين رصاص يا كابتن عادل الحلول اللي عندي اصلا ضعيفه انا ما عنديش حلول عشان استنى واخدي واحد بره وواحد جوه مفيش الحلول دي بس هو الراجل جاي 18 واحد بالظبط ممكن وانا عايز اعوض ماتش 2-0 بره مش معنى ان هو بيلعب باثنين ارتكاز مدافعين ان هو بيدافع ده بيهاجم اكتر النادي الاهلي النهارده ممكن يطير الاثنين حمدي فتحي مش مدافع ديانج مدافع وانت بتلعب بشكل هجوم بمعنى ايه انت النهارده لو بتلعب يحيى جبران وابراهيم النقاش اثنين ارتكاز في نص الملعب ممكن تلعب الكارت قدامهم يوم انت بتهاجم بالكارت بتلعب بالحداد يبقى على حساب واحد من اللي قدام على حساب واحد من اللي قدام على حساب برضه واحد من اللي قدام يبقى عندك واحد توازن يبقى انت النهارده كمان يا كابتن بتدي حريه للاطراف واحد زي عبد اللطيف نصير يقدر يكمل يبقى لو لعبت بواحد محدش هيكمل مايل شويه ناحيه اليمين فدي فيها توازن وفيها ناحيه هجوميه كبيره برضه احنا معانا التشكيل بتاعهم او القايمه بتاعتهم معانا دكتور القايمه هي الفكره انا عايز اسالك برضو انت من خلال ارقامك عندهم البوكس تو بوكس يعني الاثنين الديفندر ده عندهم واحد ثابت اللي هو 6 وعنده الثاني النقاش ويحيى جبران النقاش هو الستة هو 6 ثابت ويحيى جبران هو اللي بيكمل هو اللي خلي بالك يا كابتن هاني النقاش عنده 38 سنه عشان كده يعني مش هيبقى لازم 6 يبقى اثنين ارتكاز يا جماعه اثنين ارتكاز هتدي له نوع من التوازن ممكن يلعب بارتكاز واحد والنتيجه تفتح النادي الاهلي لو جاب جون بدري ولعب بارتكاز واحد ممكن النتيجه تفتح ده اللي احنا بندور عليه ان شاء الله يلعب بواحد بص يا دكتور